بهدلوا انفخوا مرتضى وروا فحنين يا اسطى عم هيبهدلوا مرتضى وهنشيلوا كل تاريخه الاسود وفضايحه. شفت انت المشترك القانوني بتاع نادي الزمالك محسن حافظ لما طلع قال على تاريخ مرتضى الاسود، ولا المشترك القانوني بتاع الاهلي السابق الراجل اللي بيرد بكل حزم وبكل احترام الاستاذ محمد عثمان اللي احنا واقفين في ظهره علشان خاطر يكشف فساد مرتضى منصور للناس، ربنا يبارك لهم علشان خاطر الناس دي واقفه في صف الناس اللي مرتضى منصور داس عليه. انت فرحان ليه يعني؟ انا عايز افهم انت فرحان ليه؟ ناس وعمالين يتخانقوا مع بعض وبيطلعوا مشاكلهم شخصية قدام الناس على الهوا وبيدافعوا على نفسهم، هم ما دافعوش على حد وما سخنوش علشان خاطر مرتضى سلم ولا تجبر على حد، هم بس لما مرتضى جاب سيرتهم هم طلعوا من قلوبهم بتاعهم وقالوا تعالى انت ما تدوش على اي حد في مصر الا احنا. عارف لو شتمت الاهلي وشتمت مجلس الخطيب يعني كان في المشترك قانون الاهلي؟ لا هو كان واخد بريك. طب بالنسبه لما جاب سيرته هو، لما جاب سيرته هو خلاص بقى اللي لازم اطلع وارد واطلع ان انا شبح الشبحان وان انا ما ينفعش انك تدوس عليا زي اللي انت دوست عليهم قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما انك في مصر يا اسطى فانت مش مستني حاجه في الرياضه في مصر غير انك تشوف اي حد بيشتم في مرتضى، مرتضى بيطلع يرد على محمد عثمان، محمد عثمان بيشتم مرتضى منصور، محمد عثمان بيكشف تاريخ مرتضى، محسن حافظ بيكشف تاريخ مرتضى. طب والناس دي بتكشف تاريخ مرتضى ليه؟ يعني حبوا فيهم في ان هم يظهروا الفاسدين والمتجبرين زي مرتضى؟ لا والله ابدا، ده مرتضى بس جاب سيرتهم وطلع خبر فيهم فهم قالوا له لا انت ما كبرتش علينا، انت مهما كبرت ومهما عرضت انت بعيد عننا، احنا هنكشف تاريخك كله. ده بقى الملخص يا اسطى. طب ليه جمهور الاهلي والزمالك سخنين؟ ما عشان مرتضى بيستخدم ان بيقول ان دي حرب على الزمالك وان اي حد بيحارب الزمالك فهو كاره لمرتضى، والاهلي لا هو احنا واقفين في ظهر محمد عثمان بحيث ان هو ده اللي بيمثل الاهلي. طب والاهلي والزمالك ليهم دخل؟ لا والله ابدا ما لهم دخل. طب احنا مالنا ومال كل اللي بيحصل ده يا اسطى؟ ما هو مع الاسف الشديد احنا عندنا هنا في مصر كل حاجه بقت خارج كره القدم وملعب كره القدم. انا فاكر ان اخر حاجه مسكت فيها السنيوره اللي جابها ب 120 جنيه دي علشان خاطر نحلل تحركات اللعيبه كان من شهرين 3 4 5 6، ودلوقتي قاعدين نتكلم على مين بيتخانق مع مين، مين بيشتم في مين. ويا فرحتي يعني انا مالي مرتضى منصور يتخانق مع محسن حافظ ومحمد عثمان؟ ما هم الثلاثه افسد من بعض، هم الثلاثه مفترض بعد الحوارات اللي بيعملوها دي الثلاثه يتاخدوا ويتسجنوا، لان الثلاثه بيعترفوا على الهوا ان هم عملوا جرائم وان هم كانوا سبب في مشاكل كتيره قوي، وخصوصا الراجل اللي قناه الاهلي جايباه عشان يدين مرتضى منصور بيقول لك ان انا اتدخلت وبوظت قضيه موقعه الجمل اللي مرتضى كان لازم يتحبس فيها، اللي هو يا فرحتي الراجل بيعترف على الهوا. بس عادي مش مهم، المهم ان احنا ايه الحفله على مرتضى. طب بالنسبه يا اسطى للراجل اللي كان بيتكلم عن مرتضى منصور كان في شويش والكلام ده وان الكلام ده بيحصل في سجون مصر، ما عدتش كده من عليك يا اسطى ان في تجاوزات وان الراجل ده ممكن يكون مخبط كده؟ لان يعني انت بتقول ايه يعني اللي هو احنا عمالين نتكلم على ان ما فيش اي حاجه بتحصل من دي عندنا في مصر وانت طالع هنا تتكلم على ان الكلام ده كان بيحصل؟ اللي هو يا اسطى انت عشان خاطر تخبط في مرتضى انت جيت كحالها عملتها كده خالص يا اسطى، احنا مش هنقعد علشان خاطر انت تخبط في مرتضى تطلع ان الدوله كانت بتعمل كده في الناس، اللي هو انت عبيط ولا انت طالع تقول ايه؟ بس عادي مش ده المهم. المهم بقى يا اسطى فارس الرهان الرابع اللي دخل في القصه ابو المعاطي زكي، ابو المعاطي قال لك مش حد بيشتم في مرتضى، احنا نجيبه على قناتنا ونسيبه يتكلم ويسيبه يقول قصص ونسيبه يقول محاسن وجوزها ومين اتجوز مين ومين طلق مين. يا اسطى انا مشجع كره قدم، انا مالي يا اسطى بكل دول؟ ما يلعبوا ب60 جاز ولا انا مالي انا يا اسطى؟ انا راجل عايز اتفرج على كوره، ما فيش كوره عشان خاطر في كورونا خلاص كل سنه وانت طيب. عايز اتكلم على حد يقول لي صفقات الاهلي والزمالك هتجيب مين؟ برضه ما بسمعش منك الكلام ده. طب عايز اتكلم على ان يعني هنجدد لمين ومش هنجدد لمين ورينيه فايلر هيكمل ولا مش هيكمل؟ انا عايز اسمع في كوره، انا مش عايز اسمع ان انتوا طالعين تشتموا في مرتضى وطالعين ساعتين تتكلموا على مرتضى. ومعلش يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مع احترامي ليك واحترامي للموقف التاريخي اللي انت ذكرته لاحمد صديق، بس ليه؟ ليه وقته ده تحديدا لما تتكلم في ان احمد صديق ساب فلوس كانت موجوده ليه والاهلي بعد كده مشاه؟ ليه؟ انا عارف والله الجو ده بتاع ان انت يعني ما ينفعش انك تسيب ناس من غير ما تديهم رمز، يعني الرمز بتاعهم كان حسام عاشور، وان حسام عاشور كان قائد للنادي وحسام عاشور كان فخر للنادي وده كنت بتثبته بيه العلب 13 14 15 سنه دول. دلوقتي بقى بتديهم احمد صديق اللي تنازل عن فلوسه علشان خاطر حبا وعشقا في الكيان، اللي هو فلوسه بعد الثوره دي لو ضربتها هتلاقي مثلا ان هو كانت 300 400000 جنيه، ما كانش ليه 30 مليون جنيه يعني. بس عادي يعني احنا بندي موقف كده بالصدفه البحت، يعني بالصدفه البحت اللي هي في مشاكل في حسام عاشور وفلوس حسام عاشور الايام دي، بس يعني احنا اهم حاجه عندنا كل حاجه عندنا ماشيه بالصدفه. طب الصدفه ده تخلص امتى؟ الله اعلم. بقى احنا نقعد نعترض قاعدين ساعتين يتكلموا وساعتين نفس الرياكت وساعتين بيردوا وبيقولوا لا مرتضى منصور تاريخه مش تاريخه. يا جماعه مع احترامي ليكم تاريخ مرتضى منصور موجود على يوتيوب، البوكا بتاع مرتضى وكل حاجه لمرتضى منصور موجود على يوتيوب، والراجل يعني عادي يا جماعه سيبوه يفتوا يقول انا رياضي مش هنخسر كتير.
الرياضي ايه اساسا يعني؟ الرياضي ايه؟ سيبوه يا جماعه، يا جماعه والله سيبوه. ما كان بيقول ان امير ماسك الفرقه وامير مظبط الفرقه وامير قافل على الفرقه، والفرقه بسم الله ما شاء الله كانوا بيتغدوا ايه وبيعملوا ايه وكل حاجه في حجر الاعلام، فكان قافل على الفرقه يعني قافله الله اعلم. وبرضه زي ما كان بيقنع الناس ان احمد هو شخص عارف يدير الفريق كره القدم قبل ما يمسكوا الامير علشان خاطر احمد فشل فيه. يا جماعه الراجل بيحب يزيد على الناس وبيحب يكذب، يا جماعه سيبوه يكذب. يا جماعه احنا نقعد نسقف لمرتضى كده وهو بيكذب علينا وبيقول لنا انا كنت بعمل وانا كنت بصور عشان خاطر الراجل اللي بيحاول يبذل المجهود انه يكذب، سيبوه يكذب. اما بالنسبه لمحمد عثمان وباسل حافظ فدول مش ابطال، دول ناس ساكتين عن الحق، ودول ناس كانوا معاه في الفساد وكانوا معاه في كل حاجه، ما اتكلموش غير بس لما جابت سيرتهم. يعني انت مش بطل ولا حاجه، انت راجل بتدافع عن نفسك وبتثبت ان انا لا، اذا كنت انت فاسد قررت انا فاسد 24 قرارات، اللي هو اذا كنت انت بتعرف تعمل السوء لا ده انا اجمد منك بكتير، ده انا رئيس نقابه المحامين قبل كده يابا، لو ما حدش في مصر عارف مين نقيب المحامين غير سامع عاشور، غير كده ما حدش فينا عارف مين المحامين في مصر. احنا تعبنا والله يا اسطى، ده حتى الدحيح اللي انا برميه اتفرج عليه بيضيع عليه وقتنا في ظل الازمه الكرويه اللي احنا فيها. خلاص يا اسطى قفل، ومش بقول كده عشان اكتب الدحيح في التكست، الراجل اللي ربنا يوفقه في المستوى بالنسبه له، ربنا يوفقه في اللي هو يعمله، وربنا يوفقنا احنا في كل الخناقات اللي احنا عمالين نسمعها دي، اللي هو جمهور كره القدم قاعد يعاير بعضه. شوف محمد عثمان وهو بيقول على مرتضى منصور كذا، شفت انت مش عارف مين بيقول على الاهلي كذا، اللي هو خلاص يا اسطى احنا كل حاجه عندنا في مصر بره وشخرمت وقاعدين نتكلم دلوقتي القرعه بتتباع في شعر بنت عمتها. خلاص احنا المنظومه انهارت وكل حاجه انهارت، المشكله دلوقتي في الجمهور اللي هم عايزين يخلوه منهار، الجمهور اللي هم بيدخلوه في حرب، وحرب بالوكاله، حرب الوكاله دي كان بيستخدمها امريكا وروسيا في الحرب البارده، دلوقتي مرتضى منصور ومحمد عثمان ونفس الكلام بالنسبه لاسماعيل حافظ بيستخدموها، اللي هو كل واحد عايز يبقى وراه جيش بيساعده، الجيش ده ما تعرفش الجيش ده واقف بياخد ايه، والجيش ده ايه المكاسب بالنسبه له، بين خناقه شخصيه بحته. جماعه الناس دي ناس فذه وبتكشف فساد بعض، احنا من سيبوهم، كل احنا نقعد نعمل عليهم ان احنا نقعد نتفرج وان احنا نقعد نضحك، انما احنا نقعد نشتم في بعض ونهزق في بعض عشان كده لا، ده احنا كده محتاجين دكاتره نفسيين كتير.